أتذكري؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشر. أتذكري؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. داء الحنين. سنحن إلى الوطن طبعا، لكن سيكون الحنين متدثرا بحنين آخر إلى المنفى الأول، وسيكون بدوره متلحفا بحنين إلى المنفى الثاني، وسيكون بدوره راقدا تحت الحنين الثالث، إلى أن يصبح الحنين إلى الوطن عبارة عن خلية نائمة في جسد كل سوري لا تعرف متى ستنفجر. حتى الذين في الداخل تحت البراميل الوطنية يحنون. إلى أن يصبح الحنين إلى الوطن عبارة عن خلية نائمة في جسد كل سوري لا تعرف متى ستنفجر. حتى الذين في الداخل تحت البراميل الوطنية يحنون. إلى أن رقد حنينهم الأصلي ونام تاركا ملاعب الذاكرة تحن إلى الخبز والدفء والأمان المؤقت. والمنحبكجي ترك حنينه لعيون القائد الزرق ولهلاهير النصر الممانع والمقاوم على العدو الصهيوني الغاشم يضيع ويتوه في غياهب الذاكرة، وجلس يحن إلى تجارة فاسدة رابحة ووظيفة لا دوام فيها وعيشة لا ثوار فيها. والسائح بالصرماية يحن إلى أيام سياحته الأولى في بيروت، يحن إلى الأشقاء، يحن إلى تلك اللحظات التي كان يقول فيها: أتذكرين عندما نزحتم إلى سوريا؟ أتذكرين كيف استقبلناكم؟ أتذكرين؟ ثم سيضحك من أفكاره: يا لهول الشقيق. سيحن إلى الأردن الشقيق وجواز سفره المرمي بخلقته وطرده من المطار خارج البلاد الشقيقة التي لم يدخلها أصلا. سيحن السوري إلى اللحظة التي طرد فيها من عمان قبل أن يدخلها. يا لهول الأقدار، لا شك بأنه سيحن إلى بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني، ثم يضحك ويضحك ويضحك. سيحن إلى الزمن الذي كان فيه مضحوكا عليه، وسيحن إلى جارته التي من جماعة الله يطفي بنوره، وسيسامح جارته التي من جماعة حوالينا وما علينا، فقد كان ظلم الأشقاء أضخم من شماتة الجارة التي تتطاير من الأسفل إلى الأعلى على أرجوحة اللامبالاة بين المعارضة والموالاة. وسيحن إلى مصر الحبيبة أم الدنيا، وسيحن إلى اللحظات التي كان يخابر أصدقائه فيها ويطالبهم بالمجيء إلى مصر على السريع. المحبة، الاحترام، العمل والاستثمار. يا أخي فعلا مصر أم الدنيا، ومرسي ما في منه، والسوري محبوب، والجو جميل وشاعري، وأبو عبد الفوال بذاته رح يجي ويفتح مطعم فول عوضا عن مطعمه المقصوف في حي الجديدة القديم وسط حلب. نعم، سيحن إلى شهر العسل السياحي في مصر، إلى الترحيب بك من المطار إلى آخر النهار، وستحن إلى سائق التاكسي وهو يناولك شقفة الحشيش قائلا: نورت يا باشا. وستنور يا باشا. فجأة طار مرسي وجاء السيسي. ستحن إلى مرسي كثيرا أكثر من حنينك إلى شكر القوة لربما، ليس لحلاوة وطراوة مرسي فحسب معك، بل لهول ما رأيت من السيسي، وتحت شعار اللي بيحب النبي يخلي ستخلي. وداعا يا مصر، وداعا الإسكندرية التي ستفقدها على قولة كافافي. باي باي يا أسطى على المطار لو سمحت. ستحن إلى اللحظات التي وجدت نفسك فيها تتحدث باللهجة المصرية وكأنك جمال سليمان في مسلسل مزارع الشيطان، وستنقلع من مصر انقلاعا بعد أن كنت تبتلعها ابتلاعا وتهضمها هضما، بل وإنك لو بقيت فيها أكثر لكنت ستقول لأختك أبلة ولأخيك أبي. لكن ما صار شيء، في تركيا أصل أبلة وأبي. ونورت يا باشا والعرق غالي، ولكنك ستحن إلى مرسين. آه منك يا داء الحنين. هكذا حدثنا عن البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.